ناخذ الاخ صالح من الرياض. تفضل يا صالح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الله يجزاك خير الشيخ، الله يطول عمرك. فضل. يعني انا عندي سؤال بالنسبه لسنه الفجر، الله يجزاك خير يوفقك ان شاء الله. في ناس يقول ما تصليها الا بعد شروق الشمس عندما تفوتك، يعني قبل الفرض، فما ادري طال عمرك، ما هل انا اصليها بعد صلاه الفجر مباشره ام بعد ما تطلع الشمس، شروق الشمس؟ اي نعم، كلاهما جائز يا اخي، ان صليتها بعد الفجر مباشره فلا بأس. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد صلاة الفجر فسأله فقال إنه فاتته الصلاة الراتبة قبل الفجر فهو يصليها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن كونه يؤخرها إلى بعد أن ترتفع الشمس هذا أحسن، ليس بواجب، هذا أحسن. نعم.